أهلا وسهلا بكم إلى لمسات في هذا العدد الجديد، عدد خاص سنستضيف من خلاله واحدا من أكبر صانعي المعرفة بالذات في العالم، إنه الدكتور إبراهيم الفقي. دكتور إبراهيم الفقي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أستاذ دكتور إبراهيم الفقي، كيف يمكن لشخص واحد مثلك أن ينجز ما أنجزت؟ كأن الأمر يتعلق بمجموعة من الرجال ومتقنين لعلوم كثيرة. السؤال ممتاز، لأن كل واحد فينا عاوز استراتيجية محددة عشان ينجح. وإذا كانش في استراتيجيات، أنت عارف عندنا استراتيجية عشان ننام وعشان ناكل وعشان نكتاب وعشان نتنرفز وعشان نتشائم وعشان ننجح. فأنا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لي كانت أول حاجة. بعد كده الأخلاق، إن أنا أوصل لمرحلة يكون أخلاق عالية. بعدها على طول إن أنا أوصل إيه أهدافي. فمن صغري كان عندي هدفين. الهدف الأولاني إن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة، والهدف الثاني أكون مدير عام أكبر فنادق العالم. طبعا أنت عارف لما تقول حد الكلام ده وأنت عيل صغير يضحكوا عليك، يا ابني مش انت مجنون وبتاع، والعيلة يقولوا عليك متخلف، ضل دارك في العيلة وفي المدرسة يضحكوا عليك. ومع ذلك برضو كل يوم كنت أقرأ أكتر، كنت أفتش، كنت أدور على اللعيبة اللي هم أقوى ناس في مصر، أحاول أتعرف عليهم، أحاول أتقرب منهم. وشوية شوية 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 بتتعلم. لما عارف في واحد قال لي الكلام ده، كان من مدرسين أنا شخصيا في أمريكا، الراجل قال لي لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لا عايز تكون متزن ادرس الاتزان. الكلام ده جالي بعدها بفتره، لكن من صغري انا كنت بعمل كده. اما اشوف مثلا لعيبه مصر بيعملوا ايه، بيتحرك ازاي، رجلي اليمين فين، قدام ولا ورا، كبير ليه، بياكل ايه، بيتصرف ازاي، بيقول ايه، لما يكون متنرفز بيتصرف ازاي، عنده مشكله بيعمل ايه. وشويه شويه فتبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره. كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي. فده اللي انا بقوله، ان الاحلام باستمرار بتتحقق، الاهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الامر انت لانهي درجه وصلت المرحله انك ما تسيبش هدفك ابدا، ما تسيبش حلمك ابدا. فانا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز كان دلوقتي عارفين لما يكون عندنا اهداف مش ممكن هسيبه اطلاقا اطلاقا، بخطط له صح. لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدا نراجع بنقيم بنعدل، لكن مش ممكن هسيب الهدف، لازم اوصله. لان اذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه، ليه لا انا وانت؟ فاذا كان حد عملها قبل كده يبقى انت احسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده اللي انا بعمله باستمرار. يعني دلوقتي انا عندي اهداف، يوم لما فكرت ان انا اجي في الشرق الاوسط بالتنميه البشريه، مش سهله. انت عارف عشان تنجح بره، وناس كتير جدا تقول لك النجاح بره سهل، طب سافر بره بعدين يجيني خبر. احنا نمره اكتر، احنا 32 او 34 في الاعمال العالميه. يعني عندك اليابانيين وعندك الفرنسيين وعندك السويسيين وعندك الالمان والسويديين والامريكان، على ما يوصلوا لنا احنا نمره 34، وجوه كلنا بنتنافس سوا. ففي الجزائريين والمغربيين والمصريين والسوريين، كلنا في نمره 34. فلما انت تطلع فوق قدامهم ليه، يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم، غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن، ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد. فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. انت عارف من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه، قبل ما تنام بالليل اعمل لسته، ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح، وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط، ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي. فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه، وايه اللي صح وتحسنه كمان في يوم الجديد. فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي، طب في خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك، انت سايق سيارتك، انت عايش في فيلتك، انت مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. فلازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت انت عارف فيه مثل يقول لك ازاي، كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني، لان لا ولن اعود الى يوم القياده، يوم القيامه يا اما هشهد معاك يا اما هشهد ضدك. عشان يمكن سمعت كده تقول عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. انا كده ما ضيعش لحظه في حياتي. لو عايز اتفرج على حلقه الحاج متولي واشوف اربع ستات، يمكن يكون عندي اربع ستات انا كمان في يوم من الايام،
فشوف بيعمل ايه ده. انا اتفرجت على التلفزيون بعد ما اخلص اقفله، والا انا بضيع وقتي على الفاضي، ما بعملش حاجه، ما بنتجش، انا بس عمال اتفرج. بتفرج على ايه؟ ولا حاجه، بس بتبص، فبضيع وقتك على الفاضي. انا ما بضيعش وقتي. كل اسبوع عندي 7 كتب لازم اقراهم. كتاب يوميا على طول، كل في كتاب يوميا. القراءه السريعه عندك قدره استيعاب طبعا. اجيني اي كتاب اخلصه لك في 2 ساعات وبعدين اسالني زي ما انت عايز. ده مش كده وبس، ده انا كمان بطيء بالنسبه للسرعه العالميه. يعني في ناس ممكن تقرا الكتاب كله في اقل من، ما فيش كتاب كله اقل من 3-4 دقائق. في النهارده القراءه السريعه، القراءه التصويريه، القراءه بالكوانتم. فتعلم الحاجات دي، ما تقعدش مثلا واحد يقول لي يا راجل معقوله انت تعرف الحاجات دي؟ طب بتحكم عليها ليه؟ ما تحكمش على حاجه وانت ما بتعرفهاش. فانت بتضيع وقتك، ممكن تقعد تقرا كتاب في 30 يوم انا هخلصه في 2 ساعات، انت بتضيع وقتك على الفاضي. فتبص لها باستمرار. انا من النوع اللي ما بضيعش وقتي. وطبعا في فرق، انت عارف انا اول ما بدات اتكلم في برنامج من البرامج التلفزيونيه قال لي الدكتور الانا دي، الانا دي اللي انا كنت بقى بتكلم على حب الذات وحب النفس، قالوا لي مش معقول، والانا دي انا سلبيه اللهم اعوذ بالله مش من الانا والكلام ده كله. في الانا، الانا نيه والانا اللامنتهيه. الانا نيه ما فيش الا انا، الانا اللامنتهيه معجزات في معجزات في معجزات من الله سبحانه وتعالى. فانت بتحب الله عز وجل فبتحب معجزاته، بتحب هداياه. اللي انت تعرف معظم الناس ما بيتقبلش نفسه، ما بيحبش الشخصيه دي، ما بيحبش الشكل ده. اسال اي حد، بتحب مناخيرك؟ بتحب ودنك؟ بتحب عينيك؟ بتبص في المرايه وتقول لنفسك ايه؟ لو انا مش مبسوط من نفسي هسالك سؤال، اول مره سمعت صوتك حبيته؟ اول مره ما انبسطتش منه مش كده؟ لان كلنا متعودين نسمع صوتنا من جوه لبره، ففاكر نفسك ام كلثوم سوبرانو اخر حلاوه، وبعدين تسمعه من بره لجوه، والواحد يكتشف ان في ضفدعه عايشه معاه بقالها سنين. عارف لو انا مش مبسوط من صوتي يبقى الناس تنبسط منه ليه؟ فده ضعف في تقدير الذاتي، ان انا مش متقبل حاجه فيا. يبقى لازم اتعود على صوتي، لازم اتمرن، لازم لغايه ما ارتاح لصوتي. لان ما ارتاحش لصوتي همشي في الدنيا وفي حاجه مش مريحاني. دكتور عندما تنظر الى نفسك في المراه وانت الذي انجز كل هذه الانجازات، ماذا تقول لك المراه؟ اليس هناك رساله تصلك عن النرجسيه مثلا؟ انت عارف حضرتك مع الوقت، انا في الاول لما تيجي تبص في المرايه بتشوف حاجات خارجيه، بتشوف شكلك وعينيك وشعرك وجسمك. مع الوقت والدراسات دي كلها، انا قريت 7000 كتاب وحضرت دلوقتي 32 دبلومه. فلما بتشوف ما بتشوفش، بتشوف جوه. انت ما بتشوفش الصوره الذاتيه، ما بتشوفش المعجزات اللي جوه. انا ببص للعينين واقول سبحان الله انها بتميز 10 مليون لون في الحال. بتبص لشكلك وتقول حاسه الشم عندها القدره انها تستوعب اكتر من 7000 حاسه شم في الحال، حاسه التذوق منقسمه الى 3 اقسام. ده اللي انا بشوفه دلوقتي. فبتشوف معجزات في معجزات. فلما تشوف تقول سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين ان انا قادر امشي وبفكر، قادر افكر كده، وربنا سخرك عشان تساعد الناس. فده اللي انت بتشوفه، بتشوف الروعه الداخليه اكتر من الجزء الخارجي. كنت تمارس التنميه البشريه قبل ان تعرفها طبعا. انت تكتب اهدافك ثم تحقق هذه الاهداف. عارف حضرتك زي ما قلت لك من شويه ان اي انسان ناجح في الدنيا، هسالك هيلتون اللي عمل شركات هيلتون في العالم، لما سالوه ازاي وصلت للشركات دي؟ قال لهم كنت عارف ان انا اكون عندي شركات باسمي، اسمها هيلتون في العالم كله من صغره وهو عنده 4 سنين. انا شخصيا كنت عاوز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم، وانا عندي 6 سنين كنت بلعب مع الاولاد فندق هوتيل، وكنت انا مدير عام هذا الهوتيل. من اين جاءتك فكره مدير اوتيل؟ من اين جاءت؟ لان كنت بسافر مع والدي الله يرحمه، فكان هو بيسافر كتير وانا كنت بسافر معاه، فكنت بيفرجني على الفنادق واخش لقيت الناس رايحه جايه وجنسيات ولغات، ويعني شغل اكنك بتسافر العالم كله من نفس المكان. بدات تنشا من صغري، قلت هكون مدير اكبر فنادق العالم في يوم من الايام، وطلعت فكره في دماغي من ساعتها. وبعدين تعرف وقتها لما نخش معهد الفنادق بالنسبه لنا في وقتها في سني انا كان عيب، كان عيب. معهد الفنادق اشتغل ايه؟ هشتغل جرسونه؟ تروح تتجوز يقول لك بتشتغل ايه يا حبيبي؟ كابتن. ايه كابتن؟ يعني سمكه؟ امشي يلا بتنام بتتجوز. فاحنا كنا كده. انا كنت النهارده كليه الفنادق سموها كليه الفنادق بتاخد 94%، بس كان لازم تبدا على كتاب حد في مكان ما. فكنت انا واصدقائي، فبدانا شويه 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 زي ما بقول باستمرار. والدتي الله يرحمها كانت عايزاني اكون ضابط بحري ولابس يونيفورم، والدي الله يرحمه كان عايزني اكون ضابط طيران ولابس يونيفورم،
دخلت معهد الكارسونات وجبت لهم يونيفورم الكارسونات، فكانوا مش مبسوطين عشان كنت ضارب بالنسبه لهم. انت عارف لما دخلت مع الفنادق العيله قالت ان انا مجنون. لما خدت مركز كبير بداوا يبصوا لك بشك. لما سافرت بره قال لك فعلا مجنون. لما بقيت مدير عام والدتي الله يرحمها قالت لهم شايفين ابني اكتر واحد عبقري فيكم. ولما سبت الفنادق واشتغلت شغلانه ثانيه قال لك ده ضارب. ولما شافوني في التلفزيون قالوا الله ده عبقري بقى. فالناس باستمرار، عشان كده بقول للناس باستمرار، انا بالنسبه لي انا عارف هدفي فين، بكتب له اسبابه، بتكل على الله سبحانه وتعالى. مش ممكن هسيب هدفي، هكون مرن في اسلوبي، هكون ملتزم بهدفي لغايه امتى؟ لغايه ما احققه. المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان، تخليه اقوى. انت عارف وعلى هذا الاساس لما بتنجح الناس تقول لك عندك شغلانه عشاني، عاوزك تشغله معاك. تعرف يوم الايام رحت مونتريال وبعدين ما كنتش بشتغل لان كانوا طردوني. كنت كل ما اشتغل شغلانه يطردوني، يعني كل ما مكتوب على وشي هو جه تعالوا اطردوا. ومع ذلك برضو مشيت في الشارع قلت في يوم من الايام هكون اقوى مدير عام في امريكا الشماليه، مش بس مدير عام عادي. ورحت مطعم، المطعم ده الراجل قال لي تعالى يوم الاثنين عشان تبدا، كنا يوم الخميس. رحت لابس لبسي العادي وبعدين قال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت له مش انت قلت لي ايه عشان اشتغل؟ قال لي انت يا ابني ما تفهمش، انت عمرك ما هتنفع في المهنه دي. خرجت من عنده قررت قرار ثاني. اول مركز مدير عام حازم الراجل ده على الغدا، الراجل ده بالذات. واول ما خدت مدير عام اكبر فنادق العام الحايت ايجنسي كنت مدير عام، كان 25 مليون دولار في الشهر، كان عندي 2000 عامل. اول واحد عزمته كان الراجل ده على الغدا، طبعا نساني. واول ما جه الغدا فكرته عشان ما ياكلش، وبعدين انا اكلت اكل بعد كده. فتبص تلاقي قال لك ايه ده، معقول اوصل للمركز ده؟ طبعا انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللي محدوده لديها الله سبحانه وتعالى. وشويه شويه سنه 90 خدت جايزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه في الفنادق، وسنه 92 سبت كله وبدات شغلانه ثانيه ما عنديش فكره انا بعمل ايه، لان عارف الله سبحانه وتعالى بيجهزك باستمرار. فممكن تكون نفسك تعمل حاجه طول عمرك ولما توصل هناك تلاقي في حاجه ثانيه مستنياك، فما تزعلش، ما تقعدش ترجع تعمل نفس الشيء نفس الشيء القديم، حتى نفسك بقيت تعيس. الذين يشاهدونك يعجبون كثيرا بهذه الانجازات، ثم نكتب نحن تقديما لهذا الشخص نقول الدكتور إبراهيم الفقي رئيس المركز الكندي في التنمية البشرية. حدثني قليلا عن هذه التنمية البشرية، عن البرمجة اللغوية العصبية، ما هو هذا العلم؟ طبعا التنمية البشرية لما نيجي على التنمية يعني معنى كده الإنسان البشر بينمي نفسه من كل ناحية، فالتنمية البشرية الإنسان ما بيبطلش فيها إطلاقا باستمرار، أنت بتنمي نفسك. الـ NLP أو البرمجة العصبية طلعت في أسواق العالمية من حوالي 62 سنة 64 سنة بالتحديد، فطلعت في جامعة سانتا كروز. كان في مجموعة من العلماء بيشتغلوا عليها، لكن كان في اثنين أساسيين هم اللي كان عندهم حب الاستطلاع فيها، وبعدين بدأوا يعملوا حاجة اسمها لغة التغيير. إزاي ممكن نعمل إدراك يختلف للإنسان اللي قدامنا بحيث بدل ما بيفكر بطريقة سلبية يفكر بطريقة إيجابية، ومبنية على حاجتين: حب الاستطلاع وتمثيل النموذج البشري المتميز. يعني معنى كده إيه؟ لو في نموذج بشري متميز وإنت تعرف استراتيجيته، يعني ترتيب أفكاره تحركاته وتعبيراته واعتقاده وقيمه، وتكتبها في ورقة وبعدين تندمج معها وتظبطها عليك وتحطها في الفعل، ممكن جدا توصل لنفس النتائج. فيقول لك لو كان إنسان ناجح وعرفنا استراتيجيته وحطناها في الفعل هل ممكن نكون ناجحين زيه؟ ولو إنسان فاشل وعرفنا استراتيجيته وما عملناهاش ممكن نتفادى الفشل؟ فهي كلها حب واستطلاع. وبعدين طلعت البرمجة العصبية. انت عارف انا يمكن اول واحد بفضل الله سبحانه وتعالى ترجمتها، كان اول مانيوال ينزل في العالم باللغة العربية، لانه ما تترجمش فكان لازم احط حد قدامي واشرحها له بالتفصيل. لما جيت درستها كان من حوالي 25 سنة كنت لوحدي، كان معايا 5 من العالم كله، لكن لقيت كنت انا وقتها مدير عام، لقيت التغيير اللي حصل لي في اعتقاد معين، قلت يبقى لازم هستوعب هذه المعلومات، ودخلت فيها بالتفصيل الممل. انت عارف العرب احنا متعودين على الدراسات الثانوية العامة والكلكية دي، فعارف فدخلت فيها بعمق بعمق شديد. يعني الممارس عملتها 4 مرات، الممارس اول عملتها كذا مرة، فكنت مش حكيت ان انا مش فاهم، عايز عارف عندك تعطش، عايز تعرف المعلومات اللي بتعمل تغيير في حياة انسان وبالسرعة دي وبالفعالية دي بتقولي المعلومات دي. فجيت هنا قلت لك دلوقتي يعني ايه برمجة ويعني ايه لغوية يعني عصبية. عارف كلمة برمجة بتيجي من العالم الخارجي، لان انت عندك برمجه جات لك من الاب والام، ده الاول ناس، وبعد كده المحيط العائلي اخواتك وعيلتك، بعد كده خرجت بره المحيط الاجتماعي اللي هي الناس في الشارع، وبعدين بعد كده رحت المدرسه الناس في المدرسه
اللي هم الأطفال والمدرسين، وبعدين الأصدقاء، وبعدين وسائل الإعلام، وبعدين أنت زودت عليهم. فدي برمجة. فالبرمجة عشان جاية من العالم الخارجي ممكن تتغير، اللغوية اللي هي اللغة الداخلية واللغة الخارجية. الواشي بكلمك بكلام، فأنت بتاخد مني الكلام، لكن في عمق هذا الكلام اللي هي قيمي اللي وصلتني لهذا الكلام، واعتقاداتي وإدراكي وأفكاري ومعنى الأشياء بالنسبة لي وتحركات جسمي وتعبيرات وجهي، دي اللغة الداخلية. فاللغة الخارجية لا تمثل أكثر من 7%، اللغة الداخلية 93%. فالناس مركزة على السلوكيات، لكن السلوك ده ولا حاجة. أنت ما أنتش سلوكك، ولا أنت اعتقادك، ولا أنت أفكارك. أنت أحسن مخلوق قال الله سبحانه وتعالى، فلازم أفرق بينك وبين سلوكك. فلأن البي قالت لك فرق بين الشخص وبين سلوكه، فكان معلومة كويسة. فهذه البرمجة وهذه اللغوية العصبية اللي هي الجهاز العصبي والحواس الخمسة، إن الجهاز العصبي ياخد المعلومات وتترشح في الحواس الخمسة، وبعدين تديها معنى، وبعدين يكون في اتصال مع العالم الخارجي. يعني بقول لك البرمجة العصبية هي لغة التغيير. حديثا مفصلا عن القواعد الذهبية للـ NLP أو البرمجة اللغوية العصبية، معي الخارطة ليست الحدود أولا، ما معنى هذا؟ أوكي. هي لما تقول لك الخريطة ليست هي المنطقة، يعني إيه الخريطة ليست هي المنطقة؟ من أول ناس اللي كلموا في الحاجات دي واحد اسمه كيرزابسكي، عمل كتاب اسمه Mental Semantics، راجل روسي. يعني إيه خريطة أو المنطقة؟ أنا لما جيت وبدأت أرتبهم ما حطيتش الخريطة ليست المنطقة نمرة واحد، ما حدش يفهم حاجة. فأول حاجة رحت كاتب فيها الافتراضات احترام وتقبل الآخرين كما هم، لأن أنت عندك مفهوم ذاتي مختلف عني تماما، عندك قيم واعتقادات وأفكار مختلفة عني تماما. فلو فاكر أنك زيي هنختلف، بس لو ركزت على سلوكك هنختلف برضو. أنا عاوز أفكر. فلما أجي أقولك دلوقتي احترام وتقبل الآخرين كما هم، معنى كده أن أنت معايا في أمان وضمان، أنا بحترمك زي ما أنت، أنا بحبك زي ما أنت، أنا مش هنا عشان أغيرك. ممكن نختلف في الرأي، لكن أنا موافق أن أنت أحسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، فأنا بحبك في الله. الخريطة ليست هي المنطقة، الخريطة هي الإدراك، المنطقة هي الحياة. فخريطتك ما هيش الحياة، دي حياتك أنت. فلما تغير خريطتك اللي هي إدراكك في حياتك، الحياة تتغير. عشان كده بعض الناس يقوم الصبح يقولك الحياة رائعة، اليوم اللي بعده الحياة مش كويسة. لا، الحياة ملهاش دعوة، دي حياتك أنت. إيه السبب؟ خريطتك اللي هي إدراكك أفكارك. فأنت أي حاجة تدركها بتبقى حياتك في الوقت الحاضر لما تغير إدراكك. عشان كده عارف لما حد يكون تعبان نفسيا لسبب، أنا مثلا في فتاة بتبعت لي إيميلز وتعبانة جدا نفسيا وعملت لف ودور حول النفس والمشكلة، كل ده ليه؟ بقى مش متجوز، ومجرد ما اتجوزت بعتت لي قالت لي حياتي بقت كويسة. لا، استني لما تتخانقي معاها، لأن لسه في حاجات تانية، في تحديات تانية جاية في السكة، وبعدين اختلفت فعلا وطلقت، الحياة بقت وحشة تانية. هل هي دي الحياة؟ هو إدراكها عليها أن تتزوج مرة تانية. مظبوط، هي إدراكها. مجرد ما اتجوزت فاقت، وبعدين لما اتخبطت على قفاها فاقت تاني، فتبص تلاقي التحديات باستمرار. فالتحديات بتأثر في إدراكك، وإدراكك يأثر في حياتك. مش معنى كده ان هو ده الحياة، ده إدراكك انت. فلما تغير خريطتك تغير منطقتك، لما تغير إدراكك تغير حياتك. عشان كده لما نيجي نتكلم انا بقول للناس باستمرار، طبعا حسب الان اللي في قالتك من ضمن افتراضاتها. وليه قالوا افتراضات؟ عشان لو تتحدى يقول لك انا بفترض، عشان كده اسمها افتراضات. فاحترام وتقبل الآخرين كما هم الخريطة الأساسية للمنطقة. بقى يقول لك كل إنسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته. دي معناها إيه؟ أنت عندك ولو مر على الأقل كان في خشوع، ولو مر على الأقل كان في ثقة، ولو مر على الأقل كان في تسامح. ففي حياتنا ولو مر في كل شيء. فلو رجعت للماضي وخدت استراتيجية اللي أنت عملتها وتكررها تاني هتديك نفس النتائج. عشان كده بقول لك الافتراض اللي بعده، كل إنسان بيختار أحسن اختيار له في الوقت ده. معناه ايه؟ هل ممكن حد يقول لك تعرف انا قدت قرار في الماضي كان قرار سلبي جدا وكان متضايق عشانه؟ دلوقتي تساله السؤال، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا. يبقى انت اتعلمت، لولا هذا القرار ولولا هذا الخطا ما كنتش اصبحت احسن. يبقى لازم تحترم الماضي. فبص لي خامس حاجه بعد، شايف انت احترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطه ليست هي المنطقه، كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما احتاجه راح يحسن حياته، والانسان يختار احسن اختيار. وبعد كده وراء كل سلوك بتوجد رساله، وراء كل رساله توجد قيمه، وراء كل قيمه توجد نيه ايجابيه للشخص ده. يعني معنى كده وانا بكلمك عندك رساله، لو ركزت على سلوكك هدافع عن نفسي وهنختلف، لكن لو ركزت على رسالتك يبقى في اتصال. عشان كده بقول للناس باستمرار لما تتحكم في حكمك وتركز على رساله الشخص الاخر تبقى من اقوى الناس في العالم في فن الاتصال. بس اللي بيحصل انت بتلقائيات بتهجم على الشخص، بتدافع عن نفسك. هقول لك حاجه، في برامج في التلفزيون
واحد بيتكلم مع التاني رأيه رأي تاني، اتفرج عليهم بيقتلوا بعض، لأن ما حدش عارف يفرق بين الشخص وبين سلوكه. أنت عاوزه واقف معاك، وأول ما يختلف معاك أكنه بيختلف معاك بحالك، فصوتك بيعلى، لكن ده عنده رسالة. فأنت لما تركز على الرسالة في اتصال، ما تركز على الاتصال يبقى في خناق. وطول ما أنت ماشي يقول لك أن الشخص الأكثر مرونة بيتحكم في نظام حياته ويحقق أهدافه. عشان كده المرونة قوة. بفرض احنا دلوقتي بنتصل مع بعض، احنا الاثنين بنتكلم وبعدين اختلفنا، وانا استمريت على نفس الشيء هتديني نفس النتيجة، مظبوط؟ هنا المرونة قوة، فلما اغير اسلوبي هوصل لنتيجة مختلفة. عشان كده الافتراض اللي بعده، معنى الاتصال هو النتيجة التي تحصل عليها. انا بتصل بيك رديت عليها بطريقة معينة، دي نتيجتي، فارجع للافتراض اللي قبله، خليك مرن، فيبقى تلاحظ، فشوف كل واحدة فيهم بتوديك للتانية لغاية ما توصل لآخر واحدة. آخر واحدة أنا زودتها، اللي هي أنا مسؤول عن عقلي، إذا أنا مسؤول عن نتائج أفعالي. عقلي موجود هنا، يبقى أفعالي أنا السبب فيها، لأن أنا موجود فيها، أفكاري وطريقتي وأسلوبي وسلوكياتي عملت. ومن ضمن الافتراضات مودلينج. يعني إيه مودلينج؟ التمثيل. يقولك إذا كان أي إنسان في الدنيا قدر يحقق أي شيء، أنا وأنت زي بعض، أنت نفس المناخير والعينين والفيزيولوجي وكله، فلو أي إنسان في الدنيا قدر يحقق أي شيء، أنا وأنت ممكن نحققها، بس في شروط. الشرط الأولاني تكون تهمك، عايز تحققها، تهمك فعلا تحققها. تاني حاجة تتعلم تحققها ازاي. تالت حاجة تحطها في الفعل. رابع حاجة تقيمها. وخامس حاجة تكون ملتزم بيها. وسادس حاجة ما تسيبهاش اطلاقا لغاية ما تحققها، هتوصل زي أي حد تاني. فالنهاردة هي دي استراتيجية. لو سبتهم وترجع تقول الناجحين محظوظين، لأن أنت سبت بسرعة. الناجح ما بيسيبش، طالما قرر مش هيسيبها. أدي الفرق بين الاثنين، وهذه الافتراضات المسبقة للآن ال بي. وتقول لسامعك ان بداخلك قوة مجنونة كبيرة. هقول لك حاجة حضرتك، من حوالي 12 سنة في واحد اسمه نايتنجيل، الراجل ده من شيكاغو، من نايتنجيل قانت في شيكاغو، عندهم شركة من اكبر شركات العالم في التنمية البشرية، بتكلم على 850 مليون دولار بس تنمية بشرية. الراجل ده هو صاحبها، هو مؤسسها، قال لك ان طاقة الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. أي حد في التنمية البشرية ما بيتكلمش أي كلام، في بحث بيعمله وفي إحصائيات بيشتغل عليها. أنا شخصيا قلت مش ممكن طاقة الإنسان لو تتوصل ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع، فأنا عملت لها البحث ده، لقيت إن كلامه صح. لما أنا قلت الكلام ده قالوا علينا كمان مجنون. اليابانيين ما بيتكلموش كتير، حطوها في الفعل، جابوا بني آدم وخدوا، أنت عارف السالب والموجة بيعمل كهرباء، راحوا واخدين السالب وخلوه يجري في مجاري الطاقة في الإنسان، وراح موصلين الموجب بكهرباء، راح منور لمبة، راح موصلينها بدينامو، راح مولد كهرباء. يبقى طاقة الإنسان لو توصل ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع بكام دول؟ 85 مليار دولار. يعني كل واحد ماشي في الشارع ملياردير بس بالطاقة. فلما حد يقول لك أنا مكتئب، يا راجل بلاخيه بسكت، مكتئب إيه وبتاع إيه؟ ده أنت أحسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، قدرات في معجزات في معجزات. أنت عندك الكبد بياخد السكر ويوزعه ويجي للمخ جلوكوز ويحول للجلايكوجين، الطحال يوزع لك الدم، معجزات ومعجزات. انت اللي مزعلك، ايه اللي مضايقك؟ واحد ولا حاجه؟ ولا هو كان فقير؟ لو اتكلم على الناس من بره، هنري فورد اللي عملت شركه سيارات فورد فلس 8 مرات. عارف يعني ايه بره تفلس؟ يعني تقعد 5 سنين بالظبط كده جربان، ما حدش يكلمك ولا ابنك تكلمك. 5 في 8 ب 40 سنه عمل يلف حوالين نفسه 40 سنه، وبعد كده عمل شركات فورد العالمية وبقى ملياردير. لما تيجي برا والت ديزني فلس 7 مرات، فلس برا تفليسة مشكلة مصيبة، ده لو فلست محدش تعمل معاك 7 مرات. تعال نشوف هنا، أنا عندي أصدقاء بدأ من تحت الصفر. عندي صديق هنا في البلاد العربية عاوز يفتح مطعم، البنك لسه ما وافقش، وهو بيعمل كروت الدعوة يوزعها على الناس في الافتتاح، ما عندوش موافقة، وناس بيقولوا له أنت مجنون. أنا قعدت معه قلت له قول لي انت جات لك الموافقه من البنك؟ قال لي مش من البنك ده، بس هتيجي من البنك وهفتح في الميعاد. دي القوه. مش معنى كده انه متفائل وخلاص، لا، ده عنده لسته بكل البنوك، ده قابل معظم الناس، ده اداهم افكار، اتعلم من ده وحطها في ده، واتعلم من ده وحطها في ده، وفتح في ميعاده. دي القوه الذاتيه، ان انت بتتكل على الله سبحانه وتعالى متوقع الاجابه، تفائلوا بالخير تجدوه، وماشي في الدنيا وعارف ان الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، عبدي اطيعني اجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. فانا رب، انا عبدا ربانيا، انا بطيع الله سبحانه وتعالى، بحب الله عز وجل، بتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي في الدنيا عارف انا رايح فين، عندي اهداف بحطها في الفعل. ايه وقفك؟ انت توقف نفسك، ما حدش ممكن يوقفك. المؤثر الخارجي في حكمه هنديه بتقول لك ايه،
المؤثرات الخارجية لا تؤثر في الإنسان ولكن تظهر ما بداخله، بتطلع اللي جواك. انت عارف لما حد يقول لي ده بيعصبني ده بيعصبني، ما حدش بيعصبك، انت اتعلمت تتعصب ازاي، ولو اديناك في اي حته في العالم برضه هتتعصب. انت عارف انا مره جبت ليمونه في محاضره من محاضراتي، قلت للناس لو عصرنا الليمونه دي هتدينا ايه؟ عصير ليمون مظبوط، ممكن تدينا عصير تفاح، ممكن تدينا عصير بطيخ. طب عشان خاطري مش ممكن، هو هتطلع لك ليمون. يعني معنى كده لو عصرنا سيادتك هتطلع فقط اللي جواك، لو عصرنا اي انسان هتطلع فقط اللي جواه. فلو جواه حب هتطلع حب، لو جواه تسامح هتطلع تسامح. فلما حد مش عارف هو بيعمل ايه ويهزق كرامه حد تاني بيطلع اللي جواه. فلما حد مثلا يجي يقول لشخص انت غبي بيطلع الغباء اللي جواه، فالغباء مرسوم على وشه هو، فالشخص الاخر ما يتقبلهاش منه. لو تقبلتها منه يبقى انا السبب، لان ما حدش يقدر يخش جوايا من غير اذني. فما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ اهدافك. لما حد يقول لي دكتور انا عندي اهداف، ايه اللي عملته فيها؟ حققتها؟ عملت فيها ولا 1%؟ اتحرك، اصل ده قال لي وده قال لي وده قال لي. خليهم على جنب، اسمع من هنا وطلع من هنا. الراجل ده انا ما كانش عندي حاجه، ده غير كده لما طردوني مره من فندق من الفنادق كنت في الشارع ومراتي عامله قيصريه وجايبه نانسي ونرمين توأم، يعني عندي 3 ستات اوكلهم، ما عنديش نكله لا في البنك ولا في جيبي. وبره تسمع الله سبحانه وتعالى بيقول لك لما يقفل لك باب يفتح لك باب اكبر منه. ما تخافش، الرزق توزع والعمر توزع. خايف ليه؟ عشان كده بتبقى عبد الربانيين. ومشيت من هنا فتحت الجرايد دور، لما حد يدور على شغل دور 24 ساعه. انت عارف الشاب ده اللي هو طردوه من شغله راح بعت 2000 سيره ذاتيه سي في رفضوه، بعت 2000 تانيين رفضوه، لكن جات له وظيفه في مكتب البريد. قالك ده متعب، احنا عايزين واحد بالمنظر ده، ده ما بيسكتش. انت عارف هو ده الالتزام، ترجع تاني وتخلص ترجع تاني لغايه ما تشتغل. اجي القوه. تعرف كنت في الامارات مره من غير ذكر اسامي البلاد، الامارات وبعدين ولا نذكر البلاد من غير ما نذكرها. وبعدين اللي حصل هناك، شاب هناك تعرف بيقول لك فنشني وبلشني وبتاع، فكانت برنامج على الهواء وبعدين بيقول لي دكتور فنشوني. طب عملت ايه؟ ما فنشوني خلاص. طب اللي بعده عملت حاجه؟ قال لي لا. طب ما تدور تاني هيفنشوني، دور تالت هيفنشوني. ولما يفنشوك باللغه العربيه ويستخدموا تفنيش باللغه الفرنسيه والالمانيه، دور تالت ورابع وخامس لغايه ما يزهقوا منك ويبلشوك. لكن طول ما انت قاعد في البيت انت السبب مش هما. لكن انت دورت على واحده واثنين وبعدين قلت اي ده. انت النهارده زي ما بقول لك النهارده ازاي، عجبني جدا اللي قاله وينستون تشرشل في وقت من الاوقات، قال لك القوه الذاتيه الانسان يعدي من فشل لفشل من غير ما يفقد حماسه. هتوصل في الاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدى بشويه ما سابش حاجه. تعال نبص الرسل والانبياء ما عدوش، عدوا بشويه هما شافوا شويه. تعال نشوف بعد كده كل الرواد العرب شافوا شويه. فانت النهارده بتاخد مثل اعلى من مين عشان اتخبطت مره تقول اي؟ لا هي مش كده، ده انت ربنا خلقك احسن مخلوق، خلقت الانسان في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، وادالك مخ اغلى خلق الله عليه، وادالك هديه، عاوز ايه تاني؟ ادالك الجذور. لكن الناس بتدعي للمحصول، يا رب اديني فلوس يا رب اديني، ما عندك الجذور ما تروح تجيبها. والصدفة، حدثني قليلا عن الصدفة التي تدخل وتساعد فلان وتوقع فلان. عارف بتلعب لعب حسب جامعة هارفارد، قلت لك الصدفة والحظ بيمثل كام في المية؟ 3% موجود، بس 3%. انت عارف لما حد يقول لك الناجحين حظهم كويس؟ طبعا حظه كويس، اولا عارف هو رايح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف، يقع يقف، يقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش، وبعدين يقول لك ده محظوظ. طبعا محظوظ، طبعا لانه بينجذب الى الحظ من نفس النوع. انت قاعد في البيت، لما حد يقول لي ازاي انا قاعد بقى في البيت وان الله مع الصابرين، هتستنى كتير هتموت من الجوع. عارف ازاي؟ ما بتعملش حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال لك وقل اعمالوا الاول، وقل اعمالوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وان الله لا يجزي اجر ما احسن عمله. وقل اعمالوا مش وقول اقعدوا، هي مش كده. فواحد يقول لك انا الذ حاجه تانية، واحد يقول لك اديني حظ وارميني البحر، تساله تعرف تعوم؟ يقول لك لا، يبقى سمك هيتعشى. طيب العقل الباطن، العقل الباطن يبدو انه يؤثر كثيرا في سلوكاتنا، لا يمكن ان نقصيه، هو ناتج عن التربيه واشياء اخرى. كيف يمكن ان نتاقلم مع حياتنا ونبرمج حياتنا البرمجة الصحيحة كأننا آلة في ظل وجود مثلا في التربية العاطفية، مثلا في ظل وجود 95% من العاطفة
متراكمة حتى سن 18 سنة مثلا. ممكن. انت عارف احنا اول ما بيتولد بناخد برمجة خارجية، اول 7 سنين من حياتنا بنسميها سن التمثيل، يعني بنقلد بابا وماما بالظبط. تاني 7 سنين من حياتنا اسمها السن الاجتماعي، فانا بخرج للعالم الخارجي واصدقاء. عشان كده ساعات الاصدقاء مهمين جدا بالنسبه لي، فالاب والام مش عارفين يرجعوا تاني البيت لانه بدا يكتشف انجاز. وثالث 7 سنين من حياتنا اسمها سن الاستقلال، فانا بدات استقل. وبعدين من 21 ل 30 القيم بتتحول وتتشكل اكثر من 7 مرات. دلوقتي انا عندي برمجه جت من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. يعني برمجت لغايه 95% كله من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. ولو 1% لسه فاضل عن طريقه ممكن تغير ادراكك. الادراك يغير الافكار، الافكار تغير التركيز، التركيز يغير الحكم، وكل ده في 1% ممكن يكبر ويتسع وينتشر. لان انا موجود في مكان كلهم بيتكلموا بطريقه معينه، فانا بدات ادور على اسلوب يكون احسن شويه، ولما ارجع اساعدهم تاني. فممكن اراجع برمجتي اللي انا جاتلي من العالم الخارجي انا مش السبب فيها، فال 5% دول بتوع انا، فانا ممكن اغير بيهم ال 95%. دلوقتي العقل الباطن العقل اللاواعي هو لا يعي الاشياء. وروت العقل لو هقول لك حاجه، ممكن انسان يفكر في حاجه لسه ما حصلتش من المستقبل ويحصل له قلق مقدما، ممكن تحصل مش كده؟ الواحد يفكر في حاجه مستقبل وتضايقه وبعدين يضايق دلوقتي مع انها لسه ما جاتش. فايه اللي حصل؟ هو فكر فيها مقدما وتوقعاته سلبيه مقدما وحط احاسيس سلبيه مقدما وبدا يشعر بيها دلوقت في الوقت الحاضر مع انها مش موجوده. دي تدينا حب استطلاع. طب طالما افكر في حاجه سلبيه مقدما واتضايق مقدما، طب افكر في حاجه ايجابيه مقدما وانبسط مقدما، والعقل لا ما اعرفش الفرق، اسمه لا وعي. فانا ممكن ابرمجه زي ما انا عايز. انت عارف انا بقول للناس خصوصا بره بالذات، الناس بتربي حيوانات، تربي قطط وتربي كلاب وبتاع، وبعدين ياخد الكلب يتمشى بيه في الشارع. اسال نفسك مين بيمشي مين؟ يعني الراجل بيمشي الكلب ولا الكلب بيمشي الراجل؟ الكلب قدام والراجل وراه. عارف بالنسبه للعقل اللاواعي لو تخليه هو اللي يمشيك هيحطم لك حياتك، لانه ما يعرفش. لان العقل اللاواعي هو مجرد بيدي لك المعلومات اللي انت عايزها من نفس النوع، فلو ما تعملش فيه تغيير من وقت للتاني هتطلع لك تلقائياتك. لو التلقائيات دي سلبيه هتطلع لك سلبيه زي ما هي. يبقى انا واجبي ان انا عقلي الواعي ان انا عمال اقرا، بحسن نفسي، بقوي نفسي، بقوي نفسي في التنميه البشريه، في التنميه الدينيه، في الشريعه الاسلاميه، فانا بقوي نفسي. والحالات دي تخلي العقل الواعي يكون اقوى. فالعقل الواعي صغير خالص كده، العقل اللاواعي قد كده، قد كرة السلة، التاني قد كرة البينج بونج، لكن الصغير ده هو اللي بيبرمج ده. فنحن واجبنا ان احنا الصغير ده نعلمه صح، عشان لما يبرمج الكبير يبرمجه صح. لان الكبير تقول له انا بخاف يقول لك ماشي، تقول له انا مرعوب يقول لك ماشي، بخاف اتكلم قدام الجمهور. بالنسبة للجزء تحطها له اكتر من مرة، انا بخاف اتكلم قدام الجمهور، بخاف من التحدث امام الجمهور. الكبير يقول لك طب ادي وشي لو طلعتك تتكلم قدام جمهور تاني، وبعد كده ما تصرخش بقى لان انت السبب، انت اللي برمجته. لازم تعمل تغيير في هذه البرمجة، ان تتكلم في الوقت الحاضر، تقولها اكتر من مرة، تحط معها احاسيسك، تحطها بطريقة ايجابية، ما تسيبهاش اطلاقا. بيحصل برمجة في العقل اللاواعي، ساعتها يعمل لك تغيير في اللي انت عايزه، لان عنده مخازن الذاكرة. فالواحد لما يفهم مخه، انت عارف انا عملت علم اسمه قوة الطاقة البشرية، وفيها تغييرات جميلة جدا داخلية. وبتسأل معظم الناس، انت عارف جسمك فين؟ عارف القلب فين؟ عارف الطحال فين؟ عارف الكبد فين؟ عارف الكلى فين؟ اسال اي حد، الناس ما تعرفش حاجه، ما يعرفش الطحال فين؟ ما يعرفش الكبد فين؟ عارف زي ما واحد سايق سياره مش عارف الموتور بيعمل ايه؟ ولما توقف منه يصرخ؟ فاي حد مش عارف جسمه. فلما تحصل له حاجه ما بيعرفش حاجه، ما عندوش فكره. فالمعرفه قوه. فانا بقول للناس اعرف نفسك، اعرف نفسك، لان المعرفه قوه. لما تعرف نفسك هتمشي باتزان اكتر. هو ده الغرض من احنا بنتعلم، بننمي نفسنا عشان نوصل لمرحله من الاتزان توصلنا للسعاده المتزنه اللي مبنيه على حب الله سبحانه وتعالى. احتياجاتنا في العالم، احتياجات الانسان، يبدو ان هناك اولويات، هناك ترتيب. ما هي الاحتياجات؟ كويس، ممتاز جدا السؤال ده. انت عارف احتياجات الانسان اساسا 7. اول احتياج الانسان البقاء، انك عاوز تعيش مهما يحصل، عاوز بقاء. تعرف حكايه البقاء دي، ودي قصه حقيقيه. ولد كان عاوز ينتحر، طلع في سانتر فيل في موريال، وطلع على عماره 36 دور وحيرمي نفسه من فوق، خلاص هيموت نفسه. سمع حريقه راح جاري. البقاء، طب ما هي فرصه، انت كنت هتنتحر هتموت، دلوقتي في فرصه انك تموت في حريقه، لا جري. لان الانسان لما يتحط في البقاء يبقى مبتكر جدا. عارف ازاي؟ البقاء ده خطير جدا. انا عندي صديق الراجل ده بيخاف جدا من الكلاب، وبعدين
صديق تاني لنا عزمه عنده في البيت، وعنده كلب وعنده ابن عنده 4 سنين. فالراجل راح واخد الكلب وراح حابس الكلب في اوضه وراح قافل الباب عليها بالمفتاح. الراجل جاء بدري، مين اللي فتح له؟ الواد الصغير اللي عنده 4 سنين. دخله فين؟ في اوضه الكلب، وراح قافل الباب. تعرف العيال، الراجل اتاخر. فالنهارده الراجل اللي عزموه الاب والام بيقولوا الراجل مش عادته انه اتاخر، هو فين؟ فالولد الصغير بيقول لهم بدوروا على مين؟ بندور عليه. اه ده في الاوضه دي. معقوله؟ فتحوا الباب لقوا الكلب قاعد على حجر الراجل. لان الانسان لما يتدبس يبقى عبقري، يبقى مفتكر جدا. الراجل قاعد يفكر لو هجمت عليه هيعضني. فبدا يعمل كل نظام التطابق اللي احنا بنعمله، يعمل معه تطابق وعمل معه مجاراه وعمل توافق. فاتفقوا الاثنين ان يحبوا بعض، لان هو ده الوضع، هما الاثنين مع بعض. فالانسان لما يفكر يبقى مبتكر، لكن معظم الناس تعملها تلقائيا. فانت عايز اول حاجه عايز البقاء، تاني حاجه عايز ضمان هذا البقاء، عايز تضمن لنفسك الوظيفه اللي انت فيها، الاكل اللي انت فيه. الناس بتنزل تشتري اكل، بتشتري اكل كتير ليه؟ من غير ما يفكر، عاوز يضمن بقائه خوفا من المستقبل. يشتري اكل، انت بتشتري مثلا معلبات، بتشتري 10 ليه؟ ما واحده كفايه عشان النهارده. لا، انت عايز النهارده وبكره وبعده وبعده، عايز تطمن على نفسك. فكل واحد فينا بيعملها تلقائيا من غير ما افكر. عايز تضمن وظيفتك، عايز تضمن بقائك، عايز تضمن عيلتك، عايز تضمن بيتك، ضمان البقاء. هل الخوف دائم في الانسان يصاحبه طول حياته حتى يحتاط لنفسه هكذا؟ صح، من ضمن اسباب الحاجات ان الخوف، لان الخوف المرضي طبعا الخوف الطبيعي اللي كلنا موافقين عليه، خوف طبيعي كلنا موافقين عليه. لو هجم علينا اسد دلوقتي كلنا هنجري، كلنا موافقين عليه، مظبوط؟ زي ما سمعتني قبل كده، النداله نص الجدعانه، كله انا اول واحد حجري. فتبص تلاقي لما ده بقاء، فهنا كلنا واقفين على هذا الخوف. لكن خوف من التحدث امام الجمهور، خوف من المرتفعات، خوف من الظلام، خوف من الحشرات، خوف من الحيوانات، ده خوف في ناس محدده هم بس خايفين منه، وده خوف مش طبيعي. يبقى ده خوف مرضي لازم يتعالج. فالوقتي احتياجاتنا، اول حاجه البقاء، تاني حاجه ضمان البقاء، تالت حاجه ان احنا نحب ونتحب. مهم جدا، لازم. ولو ما تتحبش، ولو مش حاسس انك محبوب، الانسان يبقى غير متزن ويهجس اخر هجس. عشان كده معظم الجرائم مخصوص بسبب ناس حاسه انها مش محبوبه. فدي ثالث حاجه، انك تحب وتتحب. رابع حاجه، تحس انك متقدر، انت بتقدر نفسك والاخرين بيقدروك. شوف الطفل الصغير، ماما بصيلي، ماما بصيلي، عاوز يتقدر، عايز حد يقدره، عايز حد يمتحه، بابا بصيلي، بص انا عملت ايه، يشدك كل شويه. فمن صغرنا واحنا بنشد الانتباه. فالبوصلة احنا عايزين البقاء وعايزين ضمانه وعايزين نحبه ونتحب وعايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين. وخامس حاجة، محتاجين إنجازات. لو الإنسان ما ينجز يتجن. أنا أي حد يجي لي في العيادة، ودلوقتي أنا بخش قليل جدا لما باخد استشارات، أقول له أوصف لي يومك، يقول لي يومي مفوز زي امبارح وزي أول. هتكتئب، لأن عندك طاقة في منتهى الروعة. نشاطات يومك لازم تكون متغيرة. بتعمل إيه لصحتك؟ بتعمل ايه لله سبحانه وتعالى؟ بتعمل ايه لروحانياتك؟ بتعمل ايه لنفسك؟ بتعمل ايه لاولادك؟ بتعمل ايه؟ لو ما بتعملش حاجه هتكتئب. فايه خامس حاجه؟ الانجاز. الانجاز محتاج ينجز، الانسان محتاج ينجز. وسادس حاجه، التغيير. انت ممكن تاكل نفس الاكل كل يوم، ممكن تلبس نفس اللبس كل يوم، لكن عاوز تغير. الانسان لما ما يتغيرش يتجن. انت عارف لو عندك بحر وقفت على شويه ميه وخرجت منها، وقفت تاني على الميه وقفت على ميه مختلفه، لان الميه بتمشي. لو بصيت في السماء وبعدين غمضت عينيك وبصيت تاني هتشوف سحاب تاني، لان السحاب بيمشي. كل حاجه في الدنيا بتتحرك. فلو الشخص مش عاوز يتغير هيجن، لان انت سنك زاد يوم عن امبارح، فكل حاجه بتتحرك وانت لا، لكن انت بتتحرك معاها من غير ما تحس. فمحتاجين تغيير. واخر حاجه اللي هي السبب في اكتر من 90% من الانتحار في العالم، المعنى. ان الشخص يلاقي معنى لحياته. ممكن يكون عندي بقاء وعندي ضمانه، حاسس ان انا محبوب وحاسس ان انا متقدر ومعايا فلوس وعندي كل اللي انا عايزه، لكن مش لاقي معنى لحياتي، مش عارف انا قايم ليه، مش عارف انا بشتغل ليه، مش عارف انا عمال انفخ في قربة مقطوعة، اللي انا بعمله ده ملوش معنى. طالما حاسس ان انا ما عنديش معنى، هتروح رايح لقبلها، مش عاوز اغير. هتروح لقبلها، انجازات ايه وبتاع ايه، هروح لقبلها ولا تقدير ولا بتاع، هروح لقبلها مش محبوب. تلاقي نفسك وصلت لغايه البقاء. فالانسان لما يكون عنده ما فيش معنى لحياته، سانس مانيش لاقي معنى لحياتي، مش لاقي معنى لحياتي، طب اعمل ايه؟ من ضمن الحاجات دي كلها، خد مثلا داليدا، هي معروفه كان طول عمرها نفسها تكون ستار، تكون اتول وتعيش في باريس وتبقى ناجحه في العالم كله. ما ده اللي حصل. وبعدين نلاقي انها كانت غنيه جميله عندها علاقات، تنتحر. وفي اخر جواب كتبته I have no meaning to my life. Je trouve pas sens. فتبص لها المرحلة، طالما ما عنديش معنى لحياتي، اللي أنا بعمله بعمله ليه؟ اللي أنا بعمله بعمله ليه؟ أقوم ليه؟ أروح شغلي ليه؟ أنا بعمل إيه؟
انا عمال اتحرك مفيش فايده. هنا دي الشخص اللي عشان يوصل بقاء ويكون عنده معنى لحياته لازم يكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى تكون عاليه. ايه السبب؟ حد زي مايكل جاكسون تعبان نفسيا، مظبوط ولا لا؟ ياخد مناخيره حطها في صبع رجله، حطها في قفاه شغال، ويغير لونه مش عارف راسه من رجله. ايه السبب؟ بعد عن الخط الروحاني، يعرف يعني الله سبحانه وتعالى ده توصل ان في مشكله. طالما بعدت عن الخط الروحاني تتلخبط مع الوقت، ما تلاقيش معنى لحياتك. فلما تلاقي معنى لحياتي السبع حاجات دول يوصلوني للاتزان في الحياه. كيف يمكن لشخص مثلا، شخص في اي مكان، ان يعيش حياه متزنه وفي نفس الوقت في الوقت نفسه يعاني من ازمات اخرى ويعيش هذا الفصام المعروف عند الناس؟ مثلا رجل تاجر متدين ولكنه في الوقت نفسه نصاب مثلا. ممكن جدا. تعرف انا دي اثبتها علميا، ان شخص يكون متدين جدا ويصلي ويصوم ويسمع القران ويبكي وهو بيسمع القران، وعنده شخصيه تانية نصابه، عنده شخصيه نصابه يتعامل مع الناس، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، ياخد الفلوس، اي فلوس ياخدها تبقى بتاعته، ده ولد لنفسه انفصام في الشخصيه، لان عنده شخصيتين، عنده شخصيه متدينه جدا وعنده شخصيه مش متزنه اطلاقا. الشخص ده لانه مش متزن، لو فعلا متدين ياخد باله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الدين المعامله ثلاث مرات، ده ما يدفع، ما يشفعلكش، ده في مصيبه، انت بتاخد حق الناس، فانت في مصيبه يوم القيامه، ما فيش شفاعه فيها دي، فانت تقول هدي تساوي، ادي ناس حقها واشتغل وانتج، رزقك موجود. طالما انت خدت فلوس من حد ومعاك في جيبك وخدتهم وقدرت تنام واعصابك عاديه وضميرك مرتاح، اتولدت لك انفصام في شخصيه. عايز تتعالج من حاجتين، من حب المال والحاجة التانية من انفصام في الشخصية. نفس الشيء بالنسبة للمدمن، اللي هو مدمن بيبقى مش متزن، ممكن يشرب فيشرب يشرب 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 لغاية ما يقع، فعشان خاطر التعب، في ناس بتشرب كده، ده من ضمن أصناف الإدمان، يشرب 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 لغاية ما دمه كله يبقى مليان، وبعدين يبدأ يرجعه مش قادر، فيبطل شهر، فيطلع بشخصيتين، شايفين أنا ما بشربش، لغاية ما يحتاج تاني فيهرب يروح مكان تاني ويشرب هناك، فهنا ولد شخصيتين، فلما يقدر ينام عادي جدا من غير ما يحس بالذنب ولد لنفسه انفصام في الشخصيه. فهنا لازم يتعالج من حاجتين، من الادمان ومن انفصام في الشخصيه، اصبح عنده مشكلتين. دلوقتي عشان تكون متزن في الحياه محتاجين برضو سبع حاجات. الحاجه الاولانيه، اولا محتاج للحياه الروحانيه، ومن سبع اركان، الركن الاولاني الحياه الروحانيه. الحياه الروحانيه تحتها علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وعشان ترضي الله عز وجل لازم تبدا بنفسك، سامح الناس. بتعرف تسامح؟ بتعرف تسامح بسهوله؟ فاكر التسامح ضعف؟ فاكر ما تعرفش تسامح؟ عارف لما تكون شايل على نفسك على كتافك، عارف، وخلي حتى التسامح نتكلم فيها شويه اكتر بعد كده. التسامح، ما اعرفش اسامح، من لا يغفر لا يغفر له، وكلنا عارفين كده، وكلنا عارفين ان حرام انك تخاصم حد اكتر من 3 ايام. طب اسال الناس، اللي مخاصم ابوه واللي مخاصم اخته واللغه. انا في دوره من دورات امسيه بسميها قوه الحب والتسامح، وعملتها لكم هنا المره فاتت لما كنت هنا. انا في بلد من البلاد في واحده قالت لي يا دكتور انا مخاصمه ابويا بقى لي 12 سنه. قلت لها لا هكلمك في الدين ولا هكلمك في التنميه البشريه، هسالك سؤال، ما وحشكيش؟ قالت لي جدا. طب ما اتصل بيه، هيرفضني، اتصل بيه تاني هيرفضني، اتصل بيه تالت هيرفضني، اتصل بيه رابع، لغايه امتى؟ لغايه ما تلاقي انت عندك اب واحد غير كده. الله سبحانه وتعالى حط الواو في النص، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، دي في نفس الخط، ما فيهاش هزار دي. طبعا انت عارف في بعض الوالدين بيتاجروا في الموضوع ده، يعني اجي وش لو دخلت الجنه، دي حركات قرع بعدين ممكن نتكلم عليها بعدين، ولكن انا لما اجي اتكلم على ده قامت خارجه، كلمت ابوها في التليفون، يا دوب كلمته باسمها، الا وحشتيني يا حبيبتي، وجابته وجت في الامسيه، والناس كلها كانت بتبكي علشانهم. شوف الروعه، الراجل يقول لك ضيعت 12 سنه محروم من بنتي، هي بنت واحده، هي ضيعت 12 سنه محروم ابويا، غلط وحرام. ولكن ساعات الانسان لما يركز وعاوز يكسب ومقتنع انه صح ويتفادى الشخص الاخر يكون قريب منك جدا مع انه غلط وحرام، لان عدم التسامح بتشيل على كتافك طاقه سلبيه. طول ما انت ماشي في المستقبل وبتتمرن وتروح دورات زي دي وتبدا تحقق اهدافك، تلاقي حاجه بتشدك لورا، الماضي. الماضي مش نظيف فبيشدك لورا باستمرار. عشان تنظف ده، عشان تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، لازم تعرف تسامح. كيف اقنع؟ كيف أقنع هذا الذي يعادي أهله بأنه يجب أن يتسامح وأن يستعمل الحب قوة كبيرة في هذه العلاقة؟ كيف أقنعه؟ السؤال ده ممتاز،
انت عارف عندنا العقل العاطفي وعندنا العقل التحليلي. عشان تسامح لازم الاثنين يوافقوا. عاطفيا لما تفكر في الشخص ما عندكش احساس مضايقك، وتحليليا لما تفكر فيه ما فيش حاجه جواك لسه مضايقك، لان الواحده هتجيب الثانيه. انت عارف انا بسامحك في الله، لان بيني وبين الله سبحانه وتعالى مش بيني وبينك. غير كده انا بفرق بينك وبين سلوكك، انت احسن مخلوق. قال الله سبحانه وتعالى يمكن انا مش موافق على سلوكك لكن موافق عليك، فانا وانت احسن مخلوقات. خلقنا الانسان في احسن تقويم، وسخر لنا السماء والارض، فانا بحبك في الله. سلوكياتك مش موافق عليها، دي برمجه، دي قيم مختلفه عني، فاختلفنا فيها اروح معممها تبقى انت بحالك وخصمك بحالك، فانا مش متدرب مش فاهم. فانا بقول للناس فرق بين الشخص وبين سلوكه، سامح الانسان في الله تكسب فيها ثواب، لان في يوم القيامه هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تقول يا رب انا بسامح هذا الشخص لك وفيك، فانا عملت اللي عليا سامحني، لان من لا يغفر لا يغفر له. فسامح الناس، فانا بطلب من الناس باستمرار دلوقتي حالا وانتوا سامعيني، ابدا سامح الناس، ابدا الاول سامح نفسك. يعني ايه سامح نفسي؟ انت عارف انا شفت شخص مره، اخين، اخ كبير واخ صغير، الاخ الصغير غرق والاخ الكبير ما بعرفش يعوم. قال لك عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده، كان لازم رميت نفسي. طب انت كنت هتموت، وبعدين ده قدر. عشان كده بقول للناس سامح نفسك، لو انت رجعت تاني انت ما كنتش تعرف. فعارف لما تريح الطاقه بتاعتك، يا معنى كده سامح الماضي، بعد كده سامح بابا وماما، سامح الاب والام، مهما عملوا مهما قالوا اللي يعرفوه ربوك بيه. هو في حد فينا عنده اب وام مختصين في تربيه الاطفال؟ كم واحد؟ وحتى لو مختصين هيكلكع لك حياتك. فاحنا كده كده اتربينا صدفه، فما تزعلش لان انت ربيته، كل واحد اتربى كده. فسامح بابا وماما، حبهم من قلبك، لان عارف انا كنت اقول والدي الله يرحمه راجل متدين جدا، طاق جدا، باني جوامع، لكن ما كانش يعرف يربي، كان بيضربنا بقسوه. احنا كنا 8، فلو تساله ايه هوايتك؟ يقول لك الشغل والتدين وضرب اولادي. 8، فيعني كل يوم تشوف لك واحد تضربه، فما يعرفش يربي، واحنا كتير. عارف ازاي 8؟ دي ما كانتش فكرتي، كنت عايزهم يجيبوني انا بس، لكن هم جابوا 8. اللي حصل عارف لما تيجي تفكر فيها، انا كنت بشوفه لما يقوم الصبح الساعه 4 يصلي الفجر، يقعد يعمل لنا السندوتشات، ولو اي حد فينا مريض ما يسيبوش. بس احنا بننسى الحاجات دي، عشان كده سامح بابا وماما على طول، سامحهم من غير ما تفكر. واذا كانش هم يعرفوا ازاي حبوك بطريقه انت مش عايزها، طب ما تحبهم انت بطريقه جديده، ما تحضنهم انت، ما تقربهم منك انت. وبعد كده سامح اخواتك، وبعد كده سامح اصحابك، بعد كده سامح الناس وريح نفسك، سامحهم في الله. فرق بين الشخص وبين سلوكه. وبعد كده تبص تلاقي طالما انا وصلت الاتزان الروحاني، ادي اول حاجه، يبقى بعدها على طول الصحه. انت عارف اسال اي حد من صحابك، اي حد من الاداره اللي تعرفها، او الناس، او حتى برنامج، اسال اي حد كم واحد، كم النسبه اللي عندهم برنامج رياضي عشان صحتهم؟ هتلاقي نسب ضئيله جدا. ومع ذلك لو حصل لنا اي حاجه في صحتنا هتلاقي كل تركيزك عليها، مش هتعرف تشتغل. لما حد يقول لي ما عنديش وقت، هيكون عندك وقت لما تكون عندك سكته قلبيه، لما تقعد في مستشفى شهر ساعتها هتلاقي الوقت. طب ما تتمشى شويه، ما تشم هواء نظيف، ما تحرك جسمك شويه. انت فاكر هي الرياضه يعني لعب عيال؟ لا، ده كل حته في جسمك هتشهد ضدك او معاك يوم القيامه. وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى، بتحب هديته، يبقى لازم تشغل الصحه، والا من غيرها ما تعرفش تعمل حاجه اطلاقا. لكن الناس بتفكر الصحه بتبوظ عند جيراني مش انا، لا هتجيلك انت. وتلاقي انا عمال ادخن، انا عندي صديق بيدخن علبتين سجاير كل يوم، ما بياخدش اجازه بقاله سنتين، بيشتغل كل يوم 16 ساعه، يعني وصفه متكامله للانتحار، ما حصلوش حاجه. وربنا سبحانه وتعالى بيديله في انذارات اكتر من مره، تلاقي قلبه يوجعه، تلاقي مش قادر يتنفس، تلاقي يغمى عليه من قادر تاني، دي انذارات ومش عايز يسمع. جات له غلطه، ولما جات له غلطه جات له في الجزء اليمين من مخه، فالجزء الشمال اتشل. وانا بزوره قال لي شفت حصل لي ايه؟ انا بطلت التدخين. لا يا شيخ دلوقتي؟ قال لما اخرج هتعلم اخد يوم اجازه. عندك اولاد؟ انا عندي واحد يقول لي اهم حاجه في الدنيا اولادي. بتقضي معاهم وقت قد ايه؟ انا ما شفتهمش بقالي اسبوع. يبقى ازاي هم اهم حاجه في حياتك؟ انت بتقضي في الشغل 18 ساعه 17 ساعه كل يوم؟ هو ده اهم حاجه في حياتك؟ ده انجاز بيدخل لك فلوس، لكن ولادك ما انت شايفهم نجاح دول؟ فعشان كده تاني حاجه الصحه. بعد رضاء الله سبحانه وتعالى، عشان تكمل في رضائه اهتم بصحتك، وده ليك انت. انك تتمشى كل يوم شويه، شم هواء نظيف، شوف اليابانيين بيعملوا ايه. اي النهارده رئيس قسم يا دوب يخش يروح واخد المديرين بتوعه، سيبوا كل شيء، يعمل تمرينات اسمها الضغط والاسترخاء، يضغط
يسيب ياخد نفس عميق وتلعب قوة وبعدين أكتر وبعدين يحركهم. إيه السبب؟ عاوز يطلع أي طاقة سلبية منهم عشان إنتاج يعلى. تخيل إحنا لو عملنا الكلام ده عندنا هنا بقى، رئيس قسم يقول له العمال حط إيديكو شد، هقول لك ده ضرب مظبوط، لأن إحنا واخدينها إنها لعب عيال. لأن لازم عشان تكون راجل تكون مدير يبقى لازم يكون عندك سكتة قلبية 4 مرات. رئيس مجلس دوره كان عندي 10 مرات سكتة قلبية، ومبرق كده زي المشانيق وتخين عنده قنبلة هنا. إيه ده؟ لازم تتحرك، لازم تاخد بالك من صحتك. فالجزء الثاني الصحة مش هزار، رضاء الله سبحانه وتعالى، لازم تاخد بالك من الهدايا اللي اديها لك. ثالث حاجة أنت الجزء الشخصي، إيه آخر مرة خدت فيها أجازة من غير الموبايل؟ من غير موبايل. النهاردة الموبايلات الناس تهاوس دفت، يا راجل في مكة في الطواف والموبايل رن، افتكر الراجل هيكسف على دمه وخبيه رحمة الله. ألو الله، ألو الله، ألو إيه الموضوع؟ ألو كم حسنة؟ بتكلم مين؟ بخبيه فين؟ إيه حكايتك؟ ما ترمي الموبايل ده، حطه في حتة تانية. فتبص تلاقي الناس ما بتفكرش، واخد معاك الموبايل في مكة وأنت بتحج في الطواف. الموبايل هو بحث عن شيء من التقدير من خلال المكالمات التي تصل. الموبايل جواه تقدير ذاتي. ايه السبب؟ اي حد بيكلمك يبقى انا مهم. في ناس بتسال عليا، فاكر التقدير نمره 4 في احتياجات الانسان، البقاء وضمانه والحب والتحب والتقدير. فالموبايل تقدير، لما حد يتصل بيك بتحس انك عشان كده الو، حتى لو في اي حته لازم تسيب كله وتجري على الموبايل بسرعه. ده اللي بيحصل، فالناس مش عارفه الفرق فبيكون غير متزن. فانت عندك الجزء الروحاني، بعدين الجزء الصحي، بعدين الجزء الشخصي. في الجزء الشخصي، ايه اخر كتاب قريته؟ ايه اخر مره خدت فيها اجازه وانت مرتاح؟ ايه اخر حاجه نميت فيها نفسك؟ ايه اخر حاجه اتعلمتها؟ ايه اخر حاجه وصلت نفسك فيها للراحه النفسيه؟ وبعدها على طول الجزء العائلي، علاقتك مع العيله الكبيره، وبعد علاقتك مع العيله الصغيره. العيله الكبيره بابا ماما واخواتي وولاد عمي كلهم، العيله الصغيره عيلتي انا ومراتي واولادي، علاقتك معاهم ايه؟ لو سلبيه اتعلم، اقرا، دول عيلتك ما تقدرش تفقدهم، ما تقدرش خاصمهم، لازم تتعلم. ولو فيهم حد بالنسبه لك انت في تحدي في التعامل معاه، ما تتدرب فيه، ما انت بتتعلم فن الاتصال، دي فرصه، ده في البيت مفيش احسن من كده التدريب، اتدرب فيه لغايه ما تكون احسن وتقرب منه وتوصل للتوافق. بعد الجزء العائلي الجزء الاجتماعي، اجبرك مع اصدقائك. لما حد يسالني عندك كم سنه اقول له اسالني عندك كم صديق، لان انا بعد سنيني بعد الاصدقاء اللي انا بعملهم حوالين العالم، عارف ازاي؟ فالجزء الاجتماعي، اخر مره عزمت ناس فيها انت في حبك لله، بتعزمهم حب في الله. اخر مره انت تعزمت فيها انت، انت عارف في رمضان لو الشخص، عارف الشخص اللي هو من نوع كئيب، تلاقي الناس كلها في رمضان يعزموا بعض على الفطار وهو لا، خلاص اتوزعوا 30 يوم وهو لا، يقول لك الناس دول مش حلوين، انت اللي مكتئب، انت كل ما تقعد تتكلم في الاكتئاب فبتعقدهم، ما حدش عاوز يتعقد خصوصا في الشهر ده. فتلاقي لو الناس بتعزمك، الناس تحب تكون حواليك، الناس بتحبك، دي هديه من الله سبحانه. الجزء الاجتماعي، بعد كده الجزء المهني، اخبارك ايه في شغلتك؟ انا في واحده مره قالت لي يا دكتور في بلد من بلاد الخليج لو ادينا زياده عن اللزوم حاجتين هيحصلوا، هيحسدوك، والحاجه الثانيه هتعمل اخطاء وهيطردوك، ولو ما اشتغلتش خالص برضه هيطردوك، فانت تشتغل كده يعني مواتيه مواتيه. قلت لها كده عندك مشكلتين، طالما بتاخدي فلوس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على قدها بالظبط، لازم تدي قدها او اكتر شويه. الحاجه الثانيه، الشخص هيتعلم ان يمسك قدراته، طالما اتعلمت تمسك قدراتك هتتعود على كده، هتلاقي نفسك ممكن تدي بس في حاجه بتشدك فهي ضدك انت. شوف الناس فكر ازاي، المهنه اللي انت عملته راجل مش طايق المهنه دي، ما تمشيش من شغلانه وانت متضايق منها، هتاخد هذه الطاقه السلبيه وتحطها في الشغلانه الجديده. هنا لازم تحب الشغلانه دي، لازم تلاقي حاجه تحبها فيها، لازم تكون متميز فيها، وبعدين جهز نفسك للي بعده عشان تاخد معاك طاقه ايجابيه وهكذا. فمهنتك خليك احسن ما تكون فيها. تعرف انا كنت اشتغل لفيردو فيسيل اول ما بدات، عمري ما كنت بشتغل لفيردو فيسيل، كانت اول خطوه. واحد كان وزير على فكره، الراجل ده كان وظيفه عليا في اليونان في وقت من الاوقات، والقصه حقيقيه، كان عمل غلطه وعايزين يعاقبوه عقاب يكون خطير، شغلوك الناس عشان يهنوه. الراجل كان في منتهى السعاده وعمال يغني وعمال مبسوط وعمال يصفر، لما طلع له التلفزيون يصور له قال له انت مبسوط ليه؟ قال لهم انا ما بشتغلش كالناس، انا بحافظ على صحه المواطنين. شوف ازاي عمل ادراك مختلف، وبعدين مبسوط، قال لك انا بكون متميز في اللي انا بعمله، انا بجهز نفسي للتميز سواء كالناس او سواء وزير، في اي حته بعملها بشتغل بتميز، بقيم بعدل، بكون احسن حاجه اكون فيها في الشغلانه دي عشان لما اطلع لبعدها اكون احسن حاجه وهكذا.
واخر حاجه الجزء المادي. الفلوس طاقه ارضيه، لما تسال اي حد عايز يقولك عايز فلوس، الفلوس تحت تشدك لتحت. لو انت روحاني، تفكيرك روحاني، احاسيسك روحانيه، لما تجيلك الفلوس بتعرف ازاي تستغلها صح، بتعرف ازاي انك تستحقها، اما بنعمه ربك فحدث، ربنا عاوز يشوف نعمته عليك، شوف نعمته عليك، عاوزك تتحدث عنها من غير ما تكون بتفتخر، وفي نفس الوقت تخلي الدايره تلف وتساعد الاخرين، كده توصل للاتزان. لما انا عندي السبعه دول، طب ازاي افتكرهم؟ قبل ما تنام بالليل اسال نفسك، انا فين في السبعه دول؟ لو ديت اكتر في الجزء المهني، اخباري مع اولادي ايه؟ لو ديت اكتر في الجزء العائلي، اخباري مع زوجتي ايه؟ اديت اكتر في حياتي الزوجيه، اخباري مع اصحابي ايه؟ اخباري مع شغلتي ايه؟ فانت يوميا بيحصل تقييم يومي عشان امشي متزن، لانك بتعملهم كلهم كل يوم anyway. بتعملهم كل يوم، كل يوم بتطلب حاجات من الله سبحانه وتعالى، كل يوم بتصلي، طب ما تصلي صح، كل يوم بتتعامل مع ناس، طب ما تتعامل معاهم صح، كل يوم بتشتغل الشغل، اشتغل خليك احسن حاجه في شغلتك، كل يوم عاوز تنتج، انتج احسن انتاج، كل يوم مع العيله، كل يوم مع الاصدقاء، خليك احسن حاجه. فانت بتسيب الناس احسن ما سبتهم عليه، تلاقي الناس كلها بتدور عليه، هتلاقي الماده والفلوس تنجذب اليك بقانون الرجوع. قانون الرجوع لا الواد ريتور او ذا لا اوف ريتورن، بيقول لك الحاجه اللي تحذفها ترجع لك بنفس النوع، تحذفها فوق تنزل لك بنفس السرعه. ادي القوه في قانون الرجوع. فلما تبعد حب يرجع لك حب، لما تبعد تسامح يرجع لك تسامح، لما تبعد احباط واكتئاب وقلق وتوتر يرجع لك انت من نفس النوع واكتئابك انت اكتر من اي حد تاني، وبعدين تصرخ وتخرج تدور على حبايه او حد يساعدك. ان الله لا يغار ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، التغيير من جواك مش من العالم الخارجي. وأنت تتحدث عن العلاقات، تحدثت عن علاقتك بنفسك وبالآخرين بمشغلك في العمل، حدثني قليلا عن علاقتك بزوجتك، لا أتحدث عنك أنت خصوصا وإنما عن العلاقات الزوجية، حدثني عن هذا السر الذي يربط اثنين ثم يستطيعان التواصل لسنوات طويلة. أنت مثلا أنت متزوج منذ 30 سنة وتقول دائما أنا سعيد جدا، لا أقصد شيئا، زوجتك هنا، ما هي هذه الوصفة؟ أوكي. يعني أنا متجوز، إحنا نعرف من 36 سنة، أنا متجوزين من 30 سنة تقريبا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون قدوهم بإذن الله 30 سنين، وبنسافر كل حتة، وأنا أثبت أن الزوج ممكن يشتغل مع زوجته وممكن يسافروا سوا ويدعموا بعض. فإحنا نعرف بعض من وإحنا صغيرين، كنت أنا وقتها بلعب بينج بونج، كنت أنا بطل مصر، هي كانت بتلعب في نادي تاني، فتعرفنا على بعض، وفي نفس الوقت عائلتنا كانوا أصدقاء. العلاقات الزوجية ياما هتشوف فيها تحديات، إن واحد من الاتنين هيبقى مش طايق التاني، أو الاتنين مش طايقين بعض وعايزين يخرجوا، تحديات. لكن الهدف محدش ينساه، إحنا جوزنا عشان نبقى مع بعض. في تحديات، تحديات في المال، في القيم، في الأفكار، في الخبرات، في التجارب، في الأحكام، فتبص تلاقي، لكن الهدف واضح. الناس لما تقع في التحدي يروح الهدف، أنا ما يروحش مني الهدف، لأن إحنا الاتنين نعرف من بعض من زمان. ولما حد يجي مثلا، أنا هقول لك حاجة دي تحفة، مثلا يقول لي أنا عندي أصدقاء، واحد مثلا موجود في بلد من البلاد العربية، متجوز أربعة، حاج متولي، الحاج متولي، متجوز أربعة، الحاج متولي ده في التلفزيون، أنت بتجوز واحدة بتلفك حوالين نفسك، أربعة يعني هتقعد تلف رايح جاي رايح جاي، هيجي لك تخلف وتحط من رسمة، أربعة تعمل بيهم إيه دول؟ إمتى يكون في ألفة؟ أنا رأيي الشخص طبعا مش معنى كده إن لو أنت عندك القدرة وفي أسباب زي ما حطها الله سبحانه وتعالى وتقدر تعدل بينهم، خلاص دي حاجة الله سبحانه وتعالى إداها لنا، ولكن حذرنا منها، ولن تعديلوا بين النساء ولو حرصتم، لازم نكون حريص في الحتة دي. أنا بالنسبة لي، بالنسبة لزوجتي، إحنا بنتفاهم، إحنا أصدقاء، بنسافر في كل حتة. ما هي أولويات الرجل والمرأة داخل الزواج؟ يبدو أن الاختلاف كبير. هو في، أنت عارف، خليها الأول، أدي شجرة، أعتبر دي شجرة قدامك، دي شجرة العلاقات الزوجية. تحت خالص الجذور أول حاجة فيها الحب، بعدها على طول التقبل، تتقبل نفسك والشخص الآخر زي ما هو، مفيش حب مشترك، لازم تعمل كده عشان أنا أقبلك، لازم تتصرف كده عشان أنا أقبلك. فأنت عندك الحب، عندك التقبل، عندك الاحترام المتبادل، تحترم أفكار الشخص الآخر، تحترم آرائه، وبعد كده الثقة، تثق فيه، تثق في قدراته. لما تعمل دول، طول ما أنت ماشي أدي الشجرة في روحها، هتبص ليها، لازم يكون في تضحية، لازم يكون في تضحية في بعض الأوقات. أنا أفتكر لما جات لي غلطة وعيت وتحطيت في المستشفى، أمال كانت قاعدة على كرسي 48 ساعة لغاية ما أغمى عليها، مش عايزة تمشي، ما حدش يقدر يحركها منها، عارف إزاي؟ فلما تشوف أنت كده بتقدر. هي كمان لما تعبت في الفترة اللي فاتت لما كنا في كندا، أنا قعدت معاها في المستشفى، سبت كله وقعدت معاها، كان ممنوع
لكن جبت بيها اذن، قعدت معاها في نفس الغرفه عشان اطمن عليها. فبص تلاقي انت بتدي بتاخد من نفس اللي بتديه. فلما تلاقي شخص اللي قدامك انت بتحترمه زي ما هو، هو بيحترمك زي ما انت، فبتدعموا بعض. فالنهارده لما اجي اقول لك العلاقات الزوجيه مبنيه على كده ولا لا، لما الشخص يبدا يركز على الشخص الاخر في حاجه سلبيه ويركز عليها وعاوز يكسب، بيبدا الخناق، بيبدا اختلاف في القيم. خد بالك ان الرجل والمراه بيختلفوا تماما عن بعض. طبعا احنا الاثنين الرجل والراجل بيختلفوا عن بعض. تخيل بقى الرجل والمراه، لو جيت بالنسبه للجزء بتاع المخ، الراجل بيفكر بطريقه متتابعه 1 2 3 4، المراه بتفكر بطريقه دائريه او حلزونيه. الله سبحانه وتعالى مدي المراه القدرات ان تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. هي اللي بتبقى حامل فممكن تعمل، وهي بتولد معاها بيبي ممكن ترضعه وترد على التليفون وتغسل اطباق وتفتح الباب وتكتب فاتوره. الراجل ما يقدرش، هي واحده، هي حاجه واحده. فيكون بيكلم في التليفون، مراته تيجي تقول له قول له لا اسكتي مش فاهم الكلام في التليفون، مش فاهم حاجه، لانها فاكره ان هو زيها. الراجل محتاج لوقت، فتره انتقال، لما يرجع من الشغل محتاج فتره انتقال، ان يقعد يصلي وبعدين ياكل ونام شويه ويقوم، وبعدين الانتقال وصل للبيت دلوقتي ممكن نتكلم في البيت. المراه لا، ممكن تعمل انتقال بسرعه جدا عشان تقدر تحمي نفسها واولادها. فهي فاكره الراجل زيها، فيكون هي لسه راجعه من الشغل، هي قاعده في البيت، هو لسه مفيش انتقال. تبدا بقى المشاكل، ابنك وقع من الدور الثالث، مش عارف ايه، في حريقه في الدور الرابع، وهو خبطه بحاجه. فتبص تلاقي انا مش فاهم، الست من نوع المحدد، الراجل من نوع العام، الاثنين يروحوا يتعشوا عند حد. فهي تقول له خدت بالك من الستاره؟ يقول لها ستاره ايه؟ هو تركيزه في الاكل، عاوز ياكل ويمشي. هي شافت كل حاجه بالتحديد، شعر الست اللي قدامها، الستاره عامله ازاي، النجف عامل ازاي. طبعا ده تعميم، ولكن في فرق ضخم بين الراجل والست. خد بالك بقى، الاثنين مختلفين في النظام التمثيلي، بصري سمعي حسي. ممكن الست تكون نظام تمثيلي بصري، بتتكلم بسرعه، بتتحرك بسرعه، بتفكر بسرعه، بتاكل بسرعه، كل حاجه بسرعه بحياتها. الراجل ذو نظام تمثيلي حسي، كل حاجه باحاسيسه، او العكس. هيختلفوا في فرق في الشخصيات، المعبر والقيادي والودود والمحلل. ممكن واحد فيهم يكون محلل، الثاني يكون قيادي. فدلوقتي في فرق في الشخصيات، غير كده في فرق في القيم وترتيبها. يمكن اتنين متجوزين، هي بالنسبه لها نمره واحد الاولاد، نمره اتنين تبص عندها ترتيب. بالنسبه للراجل ترتيبه نمره واحد بالنسبه له الشغل، فممكن يضحي باي حاجه عشان شغله، هي ممكن تضحي باي حاجه عشان اولادها. القيم واختلافها هيخليهم يختلفوا. عشان كده اللي انا بقوله للناس باستمرار قبل ما تتجوز، حتى لو انت في بلد مش انت ما تقدرش تشوف مراتك في الاول، ما تقدرش. يعني في بلاد كتير كده، عندنا في البلاد العربيه ما تقدرش تشوف زوجتك في الاول، لكن على الاقل ابعت لها الاسئله دي، حد يكون يعرف، نعرف قيمها، ايه اللي بتحبه، ايه اللي ما بتحبوش، ايه اللي يخوفها، ايه اللي يعصبها، ايه اللي يسعدها، ايه اللي يتعسها. عايز اعرف، لانك لما تبقوا مع بعض الحاجات دي هتطلع، ولما تطلع هتطلع وانتم مش متدربين، فهتقتلوا بعض. فالنهارده ادي شويه فروقات بسيطه بين الراجل والمراه. بالنسبه للاحتياجات، المراه عاوزه الضمان والامان والحب، الراجل عاوز، لازال عاوز دول، ولكن عاوز انجازات مستمره، عاوز يخرج ينجز، لان الراجل هو القوي، هو اللي بيخرج يجيب الاكل ويرجعه، ولما يجيب الاكل يرجع، فالمراه تزرغط وتروح طبخاه. دلوقتي المراه هي اللي بتخرج بره وتعمل تجيب الاكل يا كمان، طب مين يزرغط؟ فدلوقتي اصبح مشاكل، الاثنين بيتخلفوا، لان هي دلوقتي اصبحت قويه كده، عضلات وكاراتيه وبتاع، وبتروح تعمل شغل وفلوس وبتاع. مين اللي بيدفع الثمن؟ الاولاد بيدفعوا الثمن، لان ما فيش حد دلوقتي غير قليلين جدا مركزين فعلا على الاولاد. انتوا الاثنين اخرجوا اشتغلوا مش مهم، لكن اول 7 سنين من حياه الطفل اكثر من 90% من قيمه بتتكون، لازم تعرفوا تكونوها صح. ما تسيبوهوش كده، ما تسيبوهوش مع اي حد، هو اللي هياخد قيمه من العالم الخارجي، وبعدين هيدفعكوا الثمن تاني 7 سنين وبعد كده، وهترجعوا تصرخوا لما تلاقيه مش مهتم بالبيت، مش مهتم بذاكرته، مش عاوز يصلي، بدا يكتئب، بدا يتعب نفسيا، بدا يهجس، بدا يدخن من صغره، لان مفيش قيم، مفيش حد شايفه. فالشغل مش هينفعك ساعتها، ممكن تخرج تشتغل لما تهتم بابنك. انت عارف لما نيجي نفكر كده بتلاقي العيله تكبر متزنه في حب الله سبحانه وتعالى، لما تربي ابنك بتربيه دينيه ممتازه وفي اتفاق وفي عارف باستمرار مناقشات احنا الاثنين، تلاقي الابن يطلع يكبر عنده ثقه في نفسه، ما يخافش من الناس، فيقدر يتحرر ويقدر يتكلم. عشان كده الغرض كله بيبدا من العيله. انت كويس سالتني سؤال في العلاقات الزوجيه، ده انا وزوجتي متجوزين من اكتر دلوقتي من 30 سنه وبنشتغل سوا، وانا وريت للناس اهو
ده وانا بتكلم على النجاح زي ما كنت مع دارلين مونجومري في لويزيانا وبتسالني ايه اللي يديك الحق انك تتكلم على النجاح. انا ما بتكلمش على النجاح عموما، بتكلم على اللي انا عملته. انا بدات من تحت الصفر. جميل. وصلت لاعلى المراكز هناك. بالنسبه للعلاقات الزوجيه اهي نفس الست، متجوز نفس الست من 30 مغيرش. سنه ما غيرش. لا اعرف الدكتور ابراهيم الفقي، لا اعرف دكتورا يتحدث بهذه السرعه ويفيد كل هذه الفائده. كنا سعداء جدا، انا والمشاهدين الكرام كنا سعداء جدا بهذه الفائده الجمه الكبيره. شكرا لك. تريد ان تقول كلمه في الاخير؟ انت عارف انا بحب اقول للناس باستمرار عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك، لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه في حياتك. عيش الاول بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطابق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، باخلاق الانبياء، بعد كده عيش بالفعل وعيش بالالتزام وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه.